معنا من القاهرة عبر الهاتف الدكتورة ميرفت العماري الاستشاري النفسي. دكتورة أهلا وسهلا بك معنا. أغلبنا سمع عن المضار النفسية للتحرش الجنسي على الجنسين الذكور والإناث من الأطفال والمراهقين، من مختصة ما حجم هذا الضرر النفسي وإلى متى يمكن أن يدوم؟ أهلا بك حضرتك. طبعا حجمه كبير جدا، وخاصة إذا كانت المعتدى عليها صغيرة في السن، يعني لان كل ما كان شخص صغير بيبقى صورته عن نفسه لسه ما تكونتش، تصوراته عن علاقته بالاخر، علاقته بالجنس ومفهومه، فده بيأثر ويؤدي لتشويه وعيه تجاه جسده وتجاه تعامله مع الجنس الاخر. هو مش عارف، في المعلومات بتبقى ملخبطه، لان بيحصل على اشياء حصل، يعني مثلا علاقه جنسيه او افرازات حصلت، بيشوف الحاجات دي لانها هجوم على جسده، ما هياش علاقه حاجه لطيفه زي ما الكبار، او في علاقه حميمه من طرفين متساويين لها طعم مختلف، ولما كان السن صغير يشوفها على انها هجوم، وخاصة اذا كان الشخص ده سلطة، يعني طبيب، استاذ، حد من العيلة، عم، خال او اب، كل دي تتفهم، وبتحصل لخبطة بمفهوم الحب، بيحصل ضفيرة كده من الحب والجنس. اذا عايز ده يبقى لازم يتعامل فيه عنف، فبيحصل صورة ولخبطة شديدة جدا في تصوراته عن نفسه، عن جسده، وعن علاقته بالاخر. الى متى يمكن ان يدوم دكتورة هذا التأثير الكبير؟ إذا ما حصلش علاج مبكر بيبقى عامل تأثير كبير جدا، بيبقى خط كده بيشخ في الشخصية ممتد من وقت حدوث الحدث إلى مدى الحياة. إذا لو حصل تدخل مبكر وعلاج نفسي مناسب وداخل على الموضوع بشكل محدد جدا مع حد أخصائي محدد ومختص بالقصة دي، طبعا بيجيب نتائج هايلة جدا، خصوصا لو بعد الحدث على طول. هذا في حال الطفل او المراهق صرح بهذا التحرش الجنسي، لم يكبت الموضوع داخل نفسه فقط. ايوه، هي الاشكاليه في ان الناس ما بتقولش، لان بتخاف تتوسم ان يتقال عليها ان هي حصل فيها كذا وكذا وكذا. حتى في المجتمعات المتقدمه بيبقوا اكثر جرأة مننا صحيح، لكن ممكن ناس كتير ما بتبلغش عشان ما يتقالش عليها ان هي، طب ما انت وافقتي ليه؟ بوصمه العار واحساسها بانها هيتشاور عليها، بتخاف تعمل كده. دكتورة، هل يختلف حجم تأثيره بين الذكور والإناث الذين تعرضوا للتحرش الجنسي؟ يعني يمكن القول مثلا للفتيات أكثر تأثيرا من الذكور؟ ممكن ده يحصل، بس ده حصل برضه في الذكور، بس الذكور بيحصل لهم من ذكور ولا بيحصل لهم من إناث؟ قد يحدث اعتداء من ذكور أو من إناث، فهم مش هيشوفوا الأمور على إنه اعتداء، على إنه حاجة لطيفة فني، أنا معجبة بيا ست كبيرة أو واحدة مراهقة وأنا طفل. كل واحد بيشوفها إزاي على حسب ما بيشوفها، ما فيش حاجه واضحه، فاهمين ازاي؟ لكن التاثير على الاناث بيبقى برضه تاثير كبير، لكن برضه هو مين اللي قام بالدور ده ومين بعد شويه غير الصوره. يعني مع الوقت الصوره بتتغير عن جسدي وعن نفسي، اذا في لقيت حد داعم، حد مقدر ده، حد فاهمني علاقتي بجسدي بنفسي. نعم. فبيبقى تاثير على الاثنين طبعا، تاثير قوي، بس الاكثر تعبيرا الستات، لان مقبول منها انها تعبر ده. نعم. ولان مش مقبول في كل المجتمعات قوي انهم بيعبروا عن اللي حصل لهم. طيب دكتورة، لمن تعرضت أو تعرض للتحرش الجنسي، ما نصائحكم له ولهم، له ولذويهم أيضا، لتجاوز هذه المحنة، بالإضافة إلى مثلا ذهابهم إلى المراكز المختصة لتلقي العلاج أو ما إلى ذلك؟ طبعا وليس باستطاعة الجميع فعل ذلك. أوكي، أولا لازم يعرف إن هو دوره إن هو ضحية، ما هوش مجني عليه، ما يلومش نفسه، ما انا سكت، ما انا ليه وافقت، ما انا كل الصوره الذهنيه اللي بحطها عن نفسي ان انا الغلطانه وانا اللي اتعمل فيا، ده خطر جدا. كمان الاهل ما يقدروش يلوموا، لازم يقفوا جنبهم ويقدروا ان هم اذا ينقوا ابسط شيء، اي شيء ايجابي حصل، ان هي صرخت، ان هي اتضايقت، ان هي عيطت، ان هي رفضت، ويعظموا من قيمه اللي عملته ده عشان تاخد احساس بذاتها ان هي امنه، وان ممكن يحصل اي حد، ما انت مش الوحيده اللي حصل في الدنيا كده. نعم. ثاني حاجه مهمه ان احنا ما نبقاش وكيل نيابه معاهم، احكي لي تفاصيل، وانت وانا اقول، الام تسال والاب يسال والاصحاب والاهل، كل واحد عايز يعرف عشان يعرف عشان يساعد. وتكرار الحدث لما تتكلم فيه كل شويه مش هيخليها تنساه بسهوله، الاحداث هتثبت اكتر. فما نتكلمش، دور المعالج ان هو يسال اسئله. نعم. اسئله عشان يساعد مش عشان يعرف بس. نعم. الناس عايزه تعرف عشان تعرف، وده مش كويس. شكرا. ممكن يفتح، كل ما الجرح يتقفل هم بيفتحوا تاني. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه، حدثتنا من الهاتف الدكتوره ميرفت العماري الاستشاري النفسي.